أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في سؤاله الثاني: ما معنى البراءة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين؟ الوعيد، هذا معناه الوعيد، هذا معناه الوعيد. فهذا من أفعال، ليس معناه أنه يكفر بإقامته بينهم، لكن معناه أنه ارتكب محرما عليه وعيد شديد، مثل من فعل كذا فليس منا، هذا معناه الوعيد، ما هو معناه أنه يكفر. نعم.